السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم في قناة مطبخ سارة أم هداية. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا ربي وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الدجاج كيكون في الفران أو لا كوكلي اللي متوفر على البنات كتخدموا به، كيجي غزال البنات وساهل. يعني حيرة شنو توجدي، هذا راه بالزربة البنات كيوجد. ندوزو على بركة الله، غنقدم لكم مقادير. بسم الله، كنحتاجو الدجاج يكون صغير او لا كوكلي، او الا كان عندكم غير دجاج كبير راه كتقطعوها البنات طريفات وكتخدموا به، يعني عادي اي حاجة كانت عندكم متوفرة غتخدموا بها. انا عندي دجيجات صغيرين هكا، المهم عندكم كوكلي عندكم دجاج كيف ما قلت لكم غتقطعوه ماشي مشكل، اي حاجة راه غتخدموا بها. عندي البزار، عندي شوية ديال الزعتر، عندي شويه ديال الملحه، عندي شويه ديال السكينجبير، عندي الثومه محكوكه، عندي هنا الموطارد، وعندي شويه ديال زيت الزيتون. المهم البنات بغيتوا تضيفوا شي اضافات، يا زير زعتره اي حاجه بغيتوا تضيفوها في الدجاج ضيفوها، يعني انا عطيت غير بعض المكونات واللي بغيتوا تضيفوها راه كتضيفوها البنات، كيبقى على حسب الرغبه ديال كل. دابا غندوزو باش نخدمو الطريقة ان شاء الله. بسم الله، ناخدو هاد الزعتر، ناخدو البزار، راه كيبقى البنات على حساب الكمية اللي عندكم، اللي عندكم ديال الدجاج يعني غتخدمو به. ناخدو السكينجبير، الملحة، الملحة البنات ردوا ليها البال، ديروا بحساب يعني الا كنتو غاسلين به المهم غتردوا البال، ديروا الملحة اللي على حساب ذوقكم. غندير هنا الثومة محكوكة، غندير هنا الموطرد بكمية تكون كثيرة شوية، ندير شويه زيت العود، راه بلا ما يحتاج الماء البنات هذا الدجاج راه كيطيب في الفران بلا ما تحتاجي كاع ديري ليه الماء، واحسن هو لو كون يبات البنات في هذه الخلطه هذه، احسن لو كون يبات يكون احسن. بسم الله، ناخذ الدجاج، نحاولوا البنات بحال هكا نتقبوا الصدر هكا بيدينا باش تدخل ليهم. كيجي بنين البنات، كيجي غزال، يجربوا ان شاء الله راه غادي يعجبكم، سهل يعني ما كيحتاجش واحد المجهود باش توجديه، سهل. دابا نكملوا كل شيء بنفس الطريقه ونرجع معكم ان شاء الله. دابا هنا البنات من بعد ما خلط الدجاج ديالي كامل مزيان، دابا غنغطيه ونخليه واحد الساعه تقريبا معنا، يعني ما وجدتوش البارح بالليل، هو احسن كل ما ترقد مزيان كل ما كيكون مزيان. المهم انا غنخلي دابا غير واحد الساعه المقانه تقريبا ان شاء الله، وغادي ندوز باش نطيبوه ان شاء الله. ها هو البنات من بعد مرة ترقد لي هاد الدجاج واحد ساعة تقريبا، دابا غندوز باش ندخلو الفران ان شاء الله. كناخذ مول بحال هكا من الفران، لي بغيت فاش ما بغيتو ديروا البنات غديروا الدجاج ف
في العطات الفران فاش ما عندكم غديروا شي مشكل. نديروا لهذا الشيء كامل اللي بقى لينا، نحاولوا ندهنوا به الدجاج. دابا كنغطيوه بالبابي الومنيوم وندخلوا الفران اللي مسخن من قبل البنات، وغندوزوا باش نوجد معكم واحد السلطه اللي كتجي غزاله البنات وسريعه في التحضير. غندوزو على بركة الله. دابا البنات من بعد ما دخلت الدجاج ديالي الفران، دابا غندوزو باش نحضرو هاد السلطة اللي كنحتاجو ليها. المكون الأساسي هو ليشو، كنحكوه ولا نقطعوه رقيق اللي بغيتو، بغيتو تحكوه في الحكاكة الغليظة، بغيتو تخليوه تقطعوه بالموس رقيق. كنحتاجو الديسير، يعني أي نوع من الفاكهة متوفرة، بانان، أي نوع يعني تفاح بانان اللي كاين غتخدموا بها البنات، راه كتجي غزاله. كنحتاجوا لهاد العنب البيض، وكنحتاجوا لهاد المايونيز اللي انا خدمته في الدار، طحنت مع واحد البنانه كيجي غزاله البنات هاد المايونيز. المهم لا ما كانش متوفر راه غتخدموا غير اما ياغورت طبيعي اما ياغورت ديال الفاني، يعني على حسب الذوق ديالكم. شي نهار ان شاء الله غنزل لكم الوصفه ديال هاد المايونيز. دابا غندوزو على بركة الله. بسم الله، كتجي غزالة البنات، راه كتباع في المحلات يعني بالثمن. انا عندي هنا برقوق وعندي هنا التفاح اللي متوفر البنات كيف ما قلت لكم. راه ممكن تضيفوا ليها اللوز كركاع اللي عندكم البنات، كتضيفوا ليها راه كتجي غزاله البنات هاد السلطه. دابا نخلطها البنات وغنخليها على جنب حتى يوجد لي الدجاج، وتشوفوا الشكل النهائي ديال الاطباق ديالي ان شاء الله. ها هو البنات الشكل النهائي ديال الدجاج ديالي من بعد ما خرجته من الفران، كيجي غزاله البنات. نتمنى تجربوه، راه كيجي لذيذ وكيطلق الماء، يعني بلا ما تحتاجوا ديروا الماء راه كيطلق الماء، راه غتشربوه في الاخير. وهذه واحد السلطه اللي رافقتها معاه، اللي كناخذ لي بات كنسلقهم مع جلبانه، كنزيد عليهم الطون المايونيز، شويه الربيع، شويه الفلفله. المهم كتضيفوا لها اللي بغيتو، ما بغيتيش المايونيز كديري لها غير زيت الزيتون وشويه البزار وشويه الملحه. وهذه البنات السلطه ديالي ديال لي شو، كتجي غزاله البنات، كتجي معلكه غزاله. غير جربوها ان شاء الله راه غادي تعجبكم، ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد الدجاج وهاد السلطات ديالي. وإلا عجبكم البنات الفيديو كيف العادة ما تبخلوش عليا بجيم واقتراحاتكم وآراءكم، تبارطاجيو لي الفيديو مع أحبابكم ومع أصحابكم. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.